السلام عليكم، معكم عبد الجليل كما العادة. إن شاء الله اليوم نتحدث على واحد الموضوع مهم جدا، ألا وهو ارتفاع درجات الحرارة في هذا الفصل ديال الصيف. كيفاش نتعاملوا مع الطيور ديالنا، كيفاش نعرفوا بأن الطائر عندنا كيشعر بالحر ولا كيشعر بالعطش. بقوا معنا في الفيديو إن شاء الله. من المعروف أن الطيور كاملة كتأثر بعوامل ديال الجو، يعني منها ارتفاع درجات الحرارة ولا انخفاضها ولا الرطوبة. هذه العوامل كاملة كيتأثروا منها الطيور ولا غالبية الحيوانات. داكشي علاش خصنا أننا نلاحظوا بزاف الطيور ديالنا في هذا الفصل ديال الصيف، باش لا كان عندنا شي مشكل ديال الطيور، يا إما عطشانة ولا حرانة كتشعر بالارتفاع ديال درجات الحرارة. نحاولوا أننا نتفادوا هذه الأمور ونحاولوا أننا نتعاملوا مع الطيور ديالنا بشوية ديال الذكاء، باش كنعرفوا أن الطائر ديالنا كيشعر بالعطش ولا كيشعر بالحر. الأمور سهلة بسيطة جدا. أول حاجة كنشوفوا الطائر أنه كيولي كيلهد، كيخرج اللسان ديالو، كيسد الفم ديالو بكثرة، بحال عنده مشكل أزماتيك. كيبان لنا الطائر بحال ولا كيزغرد شوية، كيلهد كما كنقولوا حنا بالدارجة العربية. الطائر كيبان لك كيلهد، يعني عنده مشكل ديال انه بحال عنده مشكل ديال ضيق التنفس، ولكن هو المشكلة عنده هو ديال الحراره. مشكل اخر اللي نقدروا ولا النقطه الاخرى اللي نشوفوا على الطائر ديالنا، انه كيبان لينا الجناحين ديالو كيوليو طايحين، بحال عنده مشكل طايحين وكيولي كيهزهم الفوق، لانه كنعرفوا الطائر ديالنا راه كيشعر بالحراره. كما كيكون الطائر ملي كيكون مريض كيكون مطيح الجناحين ديالو. هذه بعض الامور اللي كتبين لينا، النقاط اللي كتبين لينا بان الطائر عندنا عنده مشكل ديال العطش ولا ديال ارتفاع درجه الحراره. كيفاش اننا نتعاملوا مع هذه الوقيته؟ اول حاجه الاخوان هو الماء، ضروري نبدلوا الماء بصفه دوريه على الاقل جوج مرات في النهار ولا مره في النهار. اختاروا واحد الوقت في اليوم نبدلوا فيه الماء، لان درجه الحراره راه كتاثر على الماء ملي كيدفى. كاين بعض الطيور لا كان الماء دافي راه ما سخون شويه راه ما كيشربوش منه وكيبقى حتى كيتعرض للعطش. ثاني حاجه الاخوان، ما خصناش نخليو الاقفاص ديال الطيور ديالنا ولا الطيور عرضه للشمس المباشره. الشمس مزيانه للطيور ديالنا، كاملين كنعرفوا هذا بانها مزيانه، فيها فيتامين دي اللي كيثبت لنا الكالسيوم في العظام، فيها بزاف ديال الامور اللي كت مزيانه للطيور، خصوصا فصله ديال الغيار الريش. ولكن الشمس المباشره راه صعيبه على الطيور، وخصوصا فتره كبيره. احسن وقت اللي يعني اللي قلت لك الطريقه غتقول لي انا خاصني نشمس الطائر ديالي مزيان، نشمس الطائر ديالنا، ولكن ضروري يكون عندنا ظل فين غيهرب الطائر الا حس بالحر ديالو. يعني يكون يا اما الغرفه فيها واحد البلاصه طالق فيها الطيور ديالي، فيها بلاصه فيها الظل وفيها الشمس، ولا عندي قفص البلاصه ديالو من الاحسن ندير واحد الستاره على الشراجم ولا على النوافذ، باش نقلل من ذاك السطوع ديال الشمس على الطيور ديالي، ونحاول انني نتفادى الشمس المباشره. بغيت نشمس الطائر ديالي كما كنقولوا ديما 10 دقائق، وفي الفتره الصباحيه الاخوان. مادام وصلتي لهذه المرحله من الفيديو ما تبخلش علينا، خلي واحد الكومونتير واشترك في القناه لك ما اشتركتيش لكن هذا المحتوى كيعجبك، وبقى معنا في الفيديو باش تشوف فيديو باذن الله. نقطه اخرى الاخوان، بالنسبه للاخوان اللي كيخرجوا الطيور ديالهم ملي كيخرجوا من البداله، كيوليو باغي يفرحوا بهم ويديهم القهوه ويديهم مناطق اخرى باش كيتصنتوا لهم ولا باش يصيدوا بهم. نحاولوا اننا ننتبهوا لواحد القضيه، ان الطائر ديالنا ملي كيكون يا اما في غرفه ولا في شي بلاصه نشوفوا الحراره اللي في هذيك البلاصه، حيت الطائر راه كيتاثر بالتغير المفاجئ ديال درجه الحراره. يعني الا كان عندي واحد الطائر مربي في واحد المنزل ولا في واحد البلاصه وهزيته وبالزربه وخرجته للشارع اللي كاين فيه تيارات هوائيه، نحاول انني يا اما ندير لي شي بوشيطا ولا نغطيه، ونحاول انني نعودوا على ديك درجه الحراره اللي غيشوف المره الجايه بشويه بشويه، ماشي غير نهزوه ونخرجوه نحطه فوق الطوموبيل برا ولا في شي بلاصه ونخليه عرضه للتيارات الهوائيه. هو كان مزموط في واحد البلاصه الرطوبه ديالها مغيره، الحراره ديالها مغيره. يعني الاخوان الطيور كتاثر بالتغير المفاجئ ديال درجه الحراره، ويقدر ترجع تدخل غيار الريش. بالنسبه للحراره الاخوان، كاين بعض الامور اللي نقدروا اننا نتحكموا في هذه الحراره، باش نحاولوا نديروا واحد الوسط زوين باش نربيو فيه الطيور ديالنا. نحاولوا اننا كنعدلوا بهذه الامور اللي غنديروا، كنعدلوا درجه الحراره اللي كاينه في الغرفه. كاين بعض الاخوان اللي كيستعملوا مكيفات هوائيه، انا ما كنستعملهاش، قدر نستعمل غير المنافذ ديال اللي كتدخل ليا الهواء بحال الشراجم الابواب، هذه كنحاول انني كنريقلها، ما يكونش تيار هوائي، يعني يكون عندي كوروندير اللي غادي ليا الطيور، ولكن يكون واحد المنفذ كيدخل منه الهواء
باش يحاول انه يبرد ليا الغرفه ديالي. وضروري الاخوان من اكستراكتور ولا كيقولوا لي الشفاط اللي كيخرج الهواء الخارج من الغرفه، يعني كينقي ليا الجو، حاول كيبدل ليا الهواء ولا الجو اللي كاين في الغرفه، كيدخل الهواء من بلاصه اخرى اللي منفذ اللي فاتحينه وكيخرج للخارج، يعني كيبدل ليا الجو ديال الغرفه باش كيحاول انني كينقي ليا الجو من ديك الامونياك ديال البراز ديال الطيور الاخوان. هاد الامور كتحاول انني كتعدل ليا الجو ديال الغرفه. حاجه اخرى اللي كتحاول تاهي كتعدل ليا الجو ديال الطيور الاخوان اللي غرفه ديال الطيور هو تقديم الاستحمام. إذا ما قدمت الاستحمام للطيور راه الجو ديال الغرفه كينتعش، كيبرد شويه، كتولي فيه واحد شويه الرطوبه، ولكن ماشي مشكل. كنولي كنشوف انا الطيور كتولي ملي كتستحم كتولي نشيطه ان شاء الله. كما قلنا الاخوان، تقديم الماء والاستحمام ضروري في هذه الفتره، خصوصا الماء الاخوان ديال الشرب نحاولوا انني نبدلو. كاين بعض الطيور اللي ما كتنقدمش ليها الاناء ديال الاستحمام، راه كتستحم من الشرب الاخوان. نحاولوا اننا نقدموا واحد الفيتامين للطيور ديالنا في هذه الفتره ديال الصيف باش يعوض ليها، حيت بعض الطيور كتقل الاكل ديالها، يعني نعطيوها واحد الفيتامين. كاين فيتامينات ميتا اللي كنقول لكم ديما انها هي خاصه بغيار الريش، نحاولوا نعطيوا للطيور ديالنا واحد الملتي فيتامين كما كنوع. والاخوان كنشوف بعض الاخوان راه كيصيفطوا لي بعض الصور ديال بعض الفيتامينات اللي كيمشيو ليهم ديال البيطري. الاخوان بالنسبه للفيتامينات البيطريه ولا الفيتامينات ديال الانسان، لا من الادويه ولا من الفيتامينات، نحاولوا نخليوها اخر حاجه، يعني نمشي نقلب على الحاجه اللي كتخص الطيور، لا فيتامين لا دواء لا اي حاجه غنقدمها للطيور ديالي تكون شي حاجه متخصصه للطيور ديالي. الشركات الصراحه ولاو موجودين في هذا المجال، ما لقيتش عاد كنلتجئ لشي حاجه بيطريه، وكنشوف هذاك البيطري اللي شريت من عنده كنقول ليه الطائر اللي عندي قداش، يعني شحال فيه من غرام هذه، ونوريه الغرفه داكشي اللي عندي كيفاش باش يعطيني طريطمو اللي غنطير الطائر ديالي. يعني ماشي اننا كنجيب طريطمو ديال الدجاجه ولا ديال حيوان كبير ونعطيه العصفور صغير. هذه غير نقطه الاخوان، ملاحظه صغيره ما بين هذا الموضوع كامل اللي دوينا فيه. حاجه اخرى الاخوان، وهي تقديم الفواكه والخضار باستمرار في هذه الوقيته، ماشي باستمرار يعني يوميا، نحاول انني ننوع الطيور ديال على الاقل جوج مرات في الاسبوع راه كافيه. نعطيو للطيور بعض الاشياء اللي غتعوضها على داك الماء اللي كتضيعوا بالفعل ارتفاع الحراره. اخوان فصل الصيف راه من الامور المهمه، كنشوفوا بعض الاخوان كيكونوا دوزوا واحد الفتره كبيره ديال موسم تجهيز، موسم الانتاج، ملي كيحبس الانتاج كيوصل مرحله ديال غيار الريش، كيولي انه شويه كيولي شويه ديال الريش، شويه ديال التكرفيس في الغرفه ديال الانتاج. كاين اللي كيولي كيعكس شويه على الطيور ديالو. بالعكس هذه هي احسن فتره اللي خصني نهتم بها في الطيور ديالي باش نحاول انني نخليها دوز فتره غيار الريش وتخرج ليا بغيار الريش مزيان ان شاء الله باش نخدم بها المره الجايه. واحد السؤال سولوا لي واحد صديق، قال لي الطيور ديالي راه خرجوا من غيار الريش، واش نحط لهم الاعشاش؟ الاخوان غيار الريش من موراه فتره ديال الراحه، من موراه فتره ديال التجهيز، وعاده من موراه فتره ديال الانتاج. بالنسبه للاخوان اللي كيستعملوا الاضاءه الاصطناعيه والامور الاصطناعيه في الكناري، يقدروا يخدموا في شهر واحد ولا في الاواخر ديال شهر 12. اما دابا راه باقي الاخوان هذا فتره الصيف. بالنسبه للاخوان الموضوع ديال الانتاج والساله ولا باقا على حساب الانسان مع الشبده. كاين الاخوان انا راه كنخدم في اناره طبيعيه في الشارع، دابا نيت كنكونوا كنصايب شي مصباح ديال الشارع كنلقى بعض الطيور اللي باقا كتبيض دابا في الطبيعه، باقا كتبيض وباقي عندها الفراخ. يعني الاخوان موسم الانتاج باقا، الا دخلت ليا الطيور غير الريش ولا مرضات ولا اكتفيت انا من الانتاج اللي عندي، خصوصا بالنسبه للاخوان اللي خدم بكري، يعني خديتي واحد ثلاثه البطون ولا اربعه البطون من الطيور ديالك، الله يجبر البركه الاخوان، ونخلي الطيور ديالي تستراح. قد ما خلي الطيور ديالي تستراح نفرقهم بالنسبه للكناري والببغاوات، نفرق الطيور نخلي الاناث بوحدها والذكور بوحدها، ونخليهم ان شاء الله ونوجدهم للسنه القادمه. بالنسبه للطيور ديال الاخوان اللي كيخدموا الباتجي كيحبسوا تقريبا في شهر 8 حتى شهر 9 حتى شهر 10 واحد الشهرين، كيخليو الطيور كتستراح باش يكون موسم جديد باذن الله. اخوان هذا هو الموضوع، ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وخليو لنا واحد الكومونتير. السلام عليكم.